جندك ولا يخلف وعدك. نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تحفظنا بحفظك. عليكم كراكم دايرين، مرحبا بكم في هذه القناة مال كوزين. إن شاء الله هذه الفيديو تعجبكم. ألوغ اليوم دوك نديرو الطاجين تاع البصلة البطاطا والحم. شوفوا الحل كيفاش راه دايره عندنا. نخليكم على السويت ديال الفيديو. ها هو الطاجين، ديجا درنا البصله تنقله مع الحم. الحم نقيناه مع ديجا نقيناه البارح ورقدناه في ليزيبيس، واليوم درناه يطيب. دروك نبلعو عليه ويخلوه يطيب. دروك دوك نزيدو الخضرة. قطعنا البطاطا دواري دواري، دروك نلقو زوج كروطة، هادي لاصوص اللي بقات تاع البارح، تاع هادي لاصوص تاع اللحم اللي بقات لنا تاع البارح. ودروك غادي نشرملو البطاطا والكروطة فيها. نزيدو الزيتون ونخلطو. ودروك نصطفو البطاطا في الطاجين. هولا ستفناه وزوقناه مع حبيبة برقوق. دروك دوك نبلعو عليه ويدخلوه يطيب في خاطره، وكي يطيب نعاود نولي لكم. هولا الغاز نقصيناه لكاع. دروك غادي نبلعو عليه. ولا طابو وجد. ها هو الفطور تاعنا تاع اليوم. وجربوا هذه لا غوسيت ديال الطاجين، جات شابه. ولا هذه الفيديو عجبكم ديروا لايك وابوني. بسلامه، ربي يحفظكم. باي باي. نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تحفظنا بحفظك.